أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدسا. وزراؤه مع وقف التنفيذ. فعقب أداء الحكومة لليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني اكتشف خطأ في اليمين ما استوجب إعادته مرة أخرى. هناك خطأ ورد في نص اليمين، وتدارك السيد رئيس الوزراء هذا الخطأ بأن دعا إلى إعادة أدائه أمام السيد الرئيس. النص سقط سهوا، والخطاب الثقافي هو الكتف الذي تتكئ عليه كل الخطابات الأخرى. القسم القانونية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني هو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانوني، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة. سقطت في اليمين الأولى جملة للشعب وتراثه القومي، ما فتح باب شرعية الحكومة وبرنامجها، فأعيدت إلى اليمين الثانية. خالفت حقيقة الأمر نص المادة 35 من القانون الأساسي، حيث سقطت بعض العبارات من نص المادة الذي ورد بكل وضوح، مما كان سيؤدي إلى احتمالية أن يكون هناك طعون دستورية تقدم بهذه المحكمة، مما قد تحتمل فقدانها لشرعيتها وأهليتها القانونية. التراث القومي الفلسطيني واحد من أهم ركائز معركة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره جزءا من مقومات الصمود وأدوات التحرر. لأول مرة تؤدي حكومة فلسطينية اليمين القانونية مرتين في 24 ساعة، جراء خطأ بروتوكولي كاد أن يطيح ببرنامج الحكومة ومستقبلها. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، العربية.